هلأ ما عاد في شي مخبى، حتى جانفي بتعرف بشو عم تفكري. وحتى هاي الحفلة طلعت خطة من خططك، صح؟ حلو كتير حظي، هي خبرتني بالوقت المناسب. تفضل عمي، هيك كنتكن. أول مرة اتهمتك إنك عم تزعجها وفوتتك على السجن، وهلأ خلتني أفقد وعيي كمان لحتى تصورني فيديو وتروح تعرضه بالمحكمة منشان ما أقدر طلقها. يلا دافعوا عنا، شو بدكن أكتر من هيك؟ بس عم تأذينا وراح تضيع بناتنا. ايه عملت كل هالشي؟ ايه مزبوط، أنا ما رح أنكر، بس شو الغلط إذا عملت هالشي؟ ما كان قصدي غير إني أمنعه عن الطلاق. أدي عم يسمع، أدي مصر إنه يطلقني، وأنا عم حاول ما أسمح له. مو ناوية أخسر زوجي وبيتي، وما بدي إنه تتشتت عيلتنا. ما بقدر أتحمل هاد القرار بنوم، ما بدي بعد عن أدي للحظة، ولهيك عملت كل هاي القصة يا عمي. أدي كل هاد الشي مشانك، لا تظلمني أبدا. أنت مقتنعة باللي عم تقولي؟ يا عمتي انتي قلي لي شو اعمل. اذا افترضنا عمو انزعج منك وفجاه قرر انه يطلقك ورح تنهار العيله، وقتها ما رح تحاولي تعملي شيء لحتى توقفي؟ عمي قلي اذا كنت غلطانه بشي، تشيني وبيني رح يضيعوا، من واجبي احميهم. مزبوط الكلام. طيب راج، انت تزوجت جديد، اذا نيها بدها تتطلق رح تقبل بهذا الشيء؟ شو رح تقبل انها تتطلق؟ بس بكفي، خلص سمعنا كتير، كل اللي بهالعيلة خجلانين من ورا المشاكل يلي مثل هاي، خسرنا سمعتنا. معقول نوصل لهون؟ عن جد ما عم صدق. نحن العيلة المعروفة بالمبادئ تبع المرأة، كانت بهالعيلة تحارب لتحافظ عليها، هيك مبادئ المرأة عنا وهيك نحن تعودنا. هلأ تشتتنا وقسمنا كل شي وما بقى في عيلة، ومع هيك أنا ما توقعت حدا يتصرف بهالطريقة. نيشا بيكفي، ما عاد فيني وقف جنبك، أنا اعتبرتك إنسانة واعية وبتحترمي عيلتنا، ما تخيلت يجي يوم وتأذيني وتتصرفي بهاي الطريقة. أنا كتير مصدوم فيكي. نيشا بنتي، أبداً مو هيك الطريقة الصحيحة. أنتي باللي عملتي غلطتي بحقنا كتير. صدقيني إنه حب المرأة وإخلاصها لعائلتها كل شي بتملكه، وهذا الشي طبعاً بيجبر الطرف الثاني ما يغلط. هو كيف رح يقدر يزعلها بوقتها؟ بس للأسف أنتي اللي عملتي اليوم أبداً ما بنوصل. أنتي لحتى تقدري ترجعي آدي لإلك صرتي ثقتنا فيكي. أدي بكفي نيشا، هلأ صار الوقت لردلك كل شي عملتي. خلصنا، رح تروحي. بدك تبعدي عن كل العيلة تبعي. استني ورح تشوفي شو بدي ساوي فيكي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.